أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أعنه يسر وبارك فيه ولا تعسر آمين. أما بعد، بيرمتي خوي تعالى أجينا درسي هشتو الشجلة دراسي كتاب الفقه المنهجي لأواخر كان كتاب الصلاة جلد يقلع بريديوس وسي وهشت أفرمي صلاة التراويح نجي كتلا نواجة سنة كان كي تابعي فرز كان نية ولي خوي بخوي مستقلة وبجماعتي جخوين ري نواجي تراويح نواجي تراويح أفرمي والصلاة التراويح التراويح قشت ما نزانين أو نجسك لشواني رمضان أخبر ذات وصلاة التراويح إنما تشرع في رمضان خاصة وتسن فيها الجماعة وتصح فرادا نيجي تراويح فقد لما أنجي رمضان بتايبة مشروع دان رياق لشريعة إسلاما وهروها سنة بجماعتي بخونري صحيح جب فرادايش بخونري وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون عقب كل أربع ركعات أي يستريحون وتسمى قيام رمضان. جا دقتك بوشي ناوين راو بنوجي تراويح أفرمي بمنا وناو قزاريك راو لأنهم يعني مسلمانان لتولي تاريخ إسلاما هل دوري صحابة قلت تا أمرو كانوا يتروحون عقب كل أربع ركعات يتروحون يعني شي يستريحون استراحتك يعني كردوا لشويني هرچوار ركعتك يعني هرچوار ركعتك يعني خندوا استراحتك يعني كردوا وتسمى قيام رمضان بيش يوتري قيام رمضان جاء نكتة لرا شاريف بكم بيني هرچوار ركعتك يعني تاو كردوا استراحتك يعني كردوا دي لو استراحتك شي يعني كردوا لو استراحتك شي يعني كردوا بخوان ساكت دانيشتون بخوان باليان داوتو شيبكي شينكي استراحتك هس لكتبي الصحيح في قصنا جلد يقلع بريتش وارسد وبيست أفرمي اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات فقهاء اتفاق نزريا نزل سر مشروعية استراحة دانيشتني كتوزة كابراء استراحة كان دواي هرچوار ركاتي لكيا لتراويحك لأنه المتوارس عن السلف لسلف صالح بإرزقية بيمان فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح ويجلسون بعد كل أربع للاستراحة يعني اتفاق فقهاء لسلف خب أصلي تلك يهاتو بارحان لك يهاتو أصلك كارمان بيني أصلك لسر هذا أبي شعرك يجيش بس حديثك وغمر عليه الصلاة والسلام روايته شواركاتي خواندو تولي بيداو ودواي دانشتو شبس عمل والله منكتيك دواتر إشاري بيك قرك ببحثيكم يجي لآخره ولا يشرع في هذه الاستراحة ذكر معين ولا غيره كما يفعله بعض الجهال صحيح في قصة النكائج مشروع يلم استراحة دا ذكرك تايبت يا هرشي كيتر هرواك بعض الجاهلان ايكن انقصي غلطه اقر استراحتك باتفاق زانيان مشروعة بيجا كابرا لو استراحة الدم بوسي خاصة يا ذكرك خواهي تبارك وتعالى بك أما كي يجي بعض إلى الجهال بحقيقة يعني قصيك زور باطلة زور غلطة وأميشه خوي بخوي دليل لسر أويك قزشتقاني إما رحمتي خواهي اللي بيك لترويحاتي بيني نجي تراويحاك استراحتي يعني كذا أسكاركي مشروعيان دانيا قو أمر دم أخوين ديوتي أصلكي شرعي هس هيج مشكلة كينية كاركي مندوب ومستحبة ودليلي كي تريج لسر أويك أم كارا دلوست قبلين يجي بحسن تفكر دوا ل كتب كان أتلا مغني ابن قدامة وغيره مطرح كرياجك أهلي مكي مشرفة أهلي كعبة مسجد الحرام كاتك تراويح يعني خندوة شي يعني كردوة هاتون لهر شوار ركعات استراحة يعني كردوة لو شوار ركعتها حف توافي حف دور دوري كعبة يعني داقة سعين توافي كعبة يعني كردوة يعني فرموية وكل اكتبينات وأفرمي فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين أهل مكة وقت التراويح ينخون دوا لو استراحتك ينكر دوا توافقي كعبة ينكر دوا حاف دور دي أمخو لسنة ناتوا أصلي كارك مشروع أو كاتي استراحتك دي أو كار مشروع ينكر دوا كأجرته أما بحسبهم ما بحسي بدعته سنتك كبحث مكر
وسلفي صالح إما زور دور شعر زاتر وأقادر ترهن لا أمرك هركسي كل دور تيتو الظواهر كي كتاب وسنة بعلمي كي قليل بوشاليني هيتشو بوش أجري فمن هاندنا كم بمزانا كم كتب نيتي ولا أكثر أكثر أوان إقساء كان إلا علماء مكارم بيانانية بعلمي كي بوشاليني هيتشو بوش تيم ملت متهم كا مبتدع متهم كا بجمرة متهم كا بكافر بمشرك لحالك حقيقة دين نازاني لحالك علم علمي بينية راسخ في العلم نية بس أمكاره خوهج نسيك لسرناتو بنابرين وكوشون أولا استراحتك مشروعة باتفاق أو أهلي مكان لدوري صحابتها أمرو كردو يعني كث إنكارك لسرنك وكل المغني ابن قدامة جلو يقلع فريج وارسدو بنجوشش أمهاتو دي بوشي لما ناتقي إما كرساناتا كسيك هاتو مصنع جي لو استراحتك داني جين بيجين الله لا إله إلا الله يا سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بوشي أعمى بوشي بيوترا بدعتو بوشي بيوترا نازامنا شرعيو هم يمانا قشتي أقرأتو بو كمبودي علم كسي نايكا خويا زاني نايكا كسي كردي أساسي شرعي هس باتفاق أو استراحة لي مشروعة من الاستراحة كيش أكابلا ذكريك بخوني تازر روحي كي شارجة ويتو خاصدر بس أو بزان أملو بابتك نياز وشاريكي بيبك حيج بدست جمعيش بيتش مشكلة كيز مقر أذكاري كي تري زور ما نيك بدست جمعي خون رياقر مقر صحابة لفرش وينانيكا بدست جمعي ذكريان نكري مقر ابن عباس نافر من رضا إخوائي لبي من وقتك ما زلت أعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر يا يعني بالتسبيح. أفرن لدرو أهاتم دنجي ذكري بيغمبر أهات دواي نوجكاني عليه الصلاة والسلام يا لشويلاني كترا ما قيمنا ما نخوان حال لام درسابو لإلى كي قبل أوتي ابن عمر لمنادا تكبيري أكردو قشتي منا ويكو دنجي تكبيرات يعني مناي ألرزاندو يا لبيك اللهم لبيك حاجي منابيني أما كيو تيوسي لكيو هاتوه كذكر بدس جمعي بسورة مطلق بدعته غلطة كيو تيزيما لكيو هاتوه ما قيما نيجنا كي نايجين آمين قشتي ويكو دس جمعي أو ذكر ناخيني لكيو دليل ما نهاوردو كأما حربونا ذكر دس جمعي مباطلة كي هاو كيو تيتي أما متأسفانة شي قشتي ظاهر بيني وعدم رعايتي خلافي معتبر لبيني زانيانة موضوع موضوع كيف اختلافية وأمهم زانا قولة أمهم علماء إقراري أن نسأل الموضوع كردوه ألف باتشي يقول دولة بها أبيق المقارنة بيني مسلمانان تيكا دواي سبتين برو مطلبي مهم تريز إشاري فيها كم كتاني لجهل هاتو أنقصة نسأل الله العافية وحسن الختام خب وهي 20 ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان لأصلا نجي تراويح بيزركاته لحرشة ولا شوكاني رمضان أبي بيزركاته يصلي كل ركعتين بتسليمة دركات دركات يجيكوني أولا نجي تراويح بإجماع علماء سنته وكل كفاية الأخيارات ولا بريسد ويانزا إن عقد الإجماع على سنية صلاة التراويح برخلاف بعض آرائك الشاذ كمثلا سنعاني رحمة خوالي من لو كتبي بحثي بدعة سنتي شاخوند من كلوي أفرمي حتى أويش بدعته تراويح يج بدعته وشي تشون تعريفي بدعتك غلط كرتو حتى بقسكي حزتي عمر يكفرمي نعمة البدعة هذه فإن عمر اشتباهي كرتو بدعة قشتي سيئس بلان إجماعي لسردام زرياقة كتراويح شيئة تراويح سنة لحشي رد المحتاري ابن عابدين جلدي دولا فريش الوشج وكفاية الأخيار أمام نقل في البرتان إمامي ابن رشدي مالكي لبداية المجتهد لا فريش سدو شستوهجد أفرمي أجمع على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر أن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس مرغب عنها فيها أفرمي إجماع زاناني لسر قيام شهر رمضان ترغيبي لسر كرياغا بيشتر لمانغا كاني تر وأو تراويحيك عمر بن الخطاب رضي خوالي بمردمي لسر جموكر ترغيبي لكرياغا بو كرياغا الإسلام وإتفاق زاناني لسر إمام الشاطبي أفرمي للإعتصامة جلدي صفحي لصدو حفدة أفرمي ثم اتفق السلف على صحة ذلك يعني تراويح وإقراره والأمة لا تجتمع على ضلالته أمة اتفاق ذلك كذا لسر أو تراويحك أو مسلمان لدوري حضرت عمر جموبون وأمتي لسر زلالة جمو نابت أما أميك الركعات تراويح جنك
لكتاب توضيح الأحكام جلدي دولا فري 463 وجلدي سيلا فري 565 أفرمي. وقد جاءت الروايات المتكاثرة أن عمر رضي الله عنه جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب فكان يصلي بالناس 20 ركعة ويوتر بثلاث ركعات، وكان هذا بمشهد وعمل من الصحابة كلهم جميعا، فكان إجماعا على صفة وعدد هذه الصلاة المروية الثابتة. الفرمي إجماع لسر دام زياق بالروايات متعددة لسر واردك حضرتي عمر لمانجي رمزانا مردمي جمع كل بشتي سري أبي ابن كعبو بيزر كاتبو أخويندن إنجا سير كادو يتريج وأمل حضوري قشتي صحابابو هميا ليبون أما إجماع صحابة لسر عدد صفتك روايتك كان صحيحة أو روايتان لحضرتي عمر روايته. قال ابن عبد البر هو قول جمهور العلماء وهو الاختيار عندنا، وعدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع. ابن عبد البر جفرمي أما قول جمهور العلماء أو كاريج عمر كرديتي وكو إجماع حسيوية كان علماء دي باوصف أما أمرو نفري وكو شيخ ألباني برحمة بقائق ودرجاتي عليك كنا عي أوي شو إميت شو هالمسلمان كدر عفوك وبرحمة وقوي شادكاته شيخ ألباني برحمة بي يجي حرام زيادة اللي ينظرك عاتل تراويح بكويني وفي الرواني أوي للسلفية معاصرة وسبر دوام شر يعني لقل مزاهب لقل أحناف شر يعني كبيزركات بدعات اللي تراويح لقل شوافع لقل كيو 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 كي شر يعني لحالك وابن عبد البر إجماع نقلك بإجماع زانايان نجي شو حدك مشخصينية ووها تقريبا اتفاق زانايان إلا سركتي نجي تراويح شيء هر عدد يبخوني قيناك تازل بيسكا لأصلا سنة بوه إذا كسي يانزخ وين ديخو فبها ونعمة مشكلة كينية بحث النسر أما سكساني لدوري إمدى هاتن مستقلا اجتهادي عن كرت خويا بنياز زاني لميراسي سلفي صالح خويا للرتبي الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة زاني أبين أراكان يعني شون دوبارة تفرقيك خستنا أمت و هيشك الصحيح يجنبو باعسي تفرقه وجدال وكيشوب وبختي ومراخد انا ومزقوتاني مسلمانان ابو فزو باب زانن نجي تراويح وابن تيميش قسيكي جوانكا قسيكي ابن تيميش لسره واخوين وفقد او بزان الباني رحمتي صالي بأفرمي اويك بيغمبر عليه الصلاة ونبر دوام ينظر كاتي خندوا كان هذا الالتزام دليلا مسلما عند العلماء على أنه لا يجوز الزيادة عليها، فكان صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون. جائزني لسروي أنظر كات حرامة يعني أم قصب تموانا بكسكر بيتي قبل الألباني برحمة بيت دعوة السلفيتي معاصر هاتون بدعتك أنا معنا بيزر كات أخوين حديثة كيش كالصحيحة تيب نوعي التزعيف أكا رحمة إخوائي اللي بيت برعكس بن باز وعسيمين وبن جبرين وغيره قشتي اجي موسيع وهرشان دي خوندو خوندو مشكلة قني ابن تيميج برحمة بي قولي كياز أفرمي لمجموع الفتاوى جلدي بيستو دولا فرد ويستو حفتو دوتا دويستو حفتو سي اولا للا امام مالكا سيو شركات وتيسي بي خونه للا شوافعا بيس للا حنابلة هزيانزر بيس نقل كرياك قشتي هي امامي ابن تيميج أفرمي وهذا كله سائغ حوي ما جائزة، فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن حرت شوريها سيتدرسته نايت تبصر يعني مشكلة كينية وصاحب كتير فقه السنة صحيح فقه السنة يجي هكذا فليكن الفقه فقه أشياء وابي بزاني شيء بتشيه فأين هذا من بعض إخواننا الذين يفارقون جماعة التراويح في الحرم وينصرفون بعد صلاة 10 ركعات عفى الله عنا وعنهم أما لك وأني لك الحرمي مسجد الحرام أبيني بيزرك هذا خوين أو للدكاتر جاوية توازاني حرامك أما باب زانن بس أو نكتة دقتي لسبك بس حيج مشكلك أصلا حيج كيج مشكلة أصلا نوكو إجماعة بس إذا مردنا تواني لشوينانا كاتي ينزك أخوين مشكلة يقني أي ووقتها بين صلاة العشاء أفرميشي وهي 20 ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان ويصلي كل ركعتين بتسليمتين هر دو ركعته لهر دو ركعته سلام باتو لما سبي امامي شافعي واسه وقت تراويح كي ووقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وقت تراويحيش لبين نوجي عشاء ثانوجي تي فجر وتصلى قبل الوتري قبل نوجي وتري جام نوجي اخوان ري ولو صلى اربعا بتسليمة واحدة لم تصح لانه خلاف المشروع اجر شوار ركعات بيك صلاة بخويني لما سبي مامي شافعي أو تريتي صحيحني أم توار ركعته شنك خلافي مشروع كس يعني شي
يعني لما سبي إمام الشافعي فرمو يعني البتا ما قولي خد إمام الشافعين ينبني وبز والله أعلم قولي علماس وبيموا باختلافي شيء لسرني لما سبي الشافعي دا وكل النجم الوهاجة أفرمي لا لم تصح بلا خلاف بلا خلاف عما صحيحني إلا مذهبا يعني شيء دودو بيخرين دليل كيان تشيه إذن في غمر فرميتي عليه الصلاة والسلام فرميتي صلاة الليل مسنا مسنا نجي شو دوركات دوركات بلان خو موضوع موضوع إكا للاي حنفيا كان أجر كسر تواوي ترايح حكاني جي بيك يكسلا بخويني هر دروس تويج مشكلة كينية بلان أولا ترى وسيجن دودو بيخويني للاي مالكية جا سنة دودو بيخويني أجر چوارو أوانيش خويني فقط كراهيتي هس مسألة كي خلافية لما سبي ما آواسه إنسان رعايتي بكا كي با دودو بيخويني دليلي چيان چي إجن أما فرق كان لقل سنتيني ورو عصر أوان أكريبا چواريش بيخويني بيك سلام بلان لرا تراويح أوا دان رياغو نجي شو دودو خوين رياغا برحال موضوع كي زور زور إني إنسان لخلاف ديت درو دودو بيخويني ولما مذهب أرزم كرد أجل لم تصح بلا خلافي وقت لما مذهب خلافك إلا سرني أمهم وزاناي مذهبي شافعي كيمي مذهبي أمز بس هو شيار بين شواري نيخويني أجل كسي كيشتان بيني في بيجن بيجن براكم دودو هس أصلا تيس نيت تيري نيتي شوار ركاتيري لقال إمام صلاونا داتو دوكا دعي أخويني في بيجن بيجن براكم دودو بيخويني خو هذا ولا بد في النية من 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 تعيين حتما أشيل نيتي كيشا نيتي كيشا تعييني بك يعني شي تعين كي نقبيجي سنة مطلقة خوينم بيجي ركعتين من التراويح دور كسنة التراويح خوينم أو من قيام رمضان يا قيام رمضان خوينم ولا تصح بنية النفل المطلق بنية نفل مطلق بعنوان تراويح صحيح نية بعنوان تراويح أو يشروها بعنوان تراويح خونوش حسي أو يشوار ركعتك ولي تراويح نية فضيلتي أم مانجيشا يا أصل مشروعية يا تونا وفضيلتي أم روجوان الأصل في مشروع أم نيجا الأصل في مشروعيتها على ما سبق أصل مشروعيتي لسا أمشتيك ذكر كريات دليل كيتية ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هركس مانجي رمضان قيام ليلك بإيمان وباحتسابه إيمانا يعني تصديقا بأنه حق تصديقك كما حق الدين فرميتي احتسابا يعني شيء إخلاصا لله تعالى أمشي غفر له ما تقدم من ذنبه حتي وقناعي في شوي كلوا فاكو أبيت لتوضيح الأحكام جلدي سين لابري بانصدو شستنو لسر أو حديثيك أفرمي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أفرمي حكى الكرماني إمام كرماني شارح بخاري حكى الكرماني رحمه الله الاتفاق على أن المراد بقيام الليل صلاة التراويح أما كفرمتي قام إمام كرماني اتفاق زاناني نقل كذا كمنزول نويجي تراويح وها يحصل هذا الفضل بما يصدق عليه القيام حرشيك بي بوتري قيام ركاتي دبي هاتشاني بي أنفضي بو حاسب بي حاصل بي لأميك آية قيام رمضان اختلاف كذا لوجوب يا أوانيا للتمهيد ابن عبد البر جلدي هجلا بريسد ونوزداء فرمي قال ابن عبد البر وقال أبو جعفر الطحاوي قيام رمضان واجب على الكفاية يجي قيام رمضان واجب كفاية إمام الطحاوي لأنهم قد أجمعوا على أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان شنك الزانان إجمع يا نز جائز يمردم قيام رمضان تحتيل كمزقته كان تحتيل كقيام رمضان فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروز التي هي على الكفاية هركز بجماعات خويندي باشترى أفضل ترى تعكسك بين جاء ما اختلاف إلى سرة أيا بتنياي بخويني فضيلتي فلترى يا بجماعتك إمامي تحاوي أفرمي بجماعات قال وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا أجر كسي يجي لك يا تنيا ترى حكام خويني أجي بجوري بي بنشوني أو بجماعتك مزقوتك تحتيل نويل ترايح أجي تحتيل بوتا أدرزني أجي بروتا ترى حكاية يجبر بابت خب يكتبك أنا أفني وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى في القابلة فكثر الناس
ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفهم شوي كي أبي غمري خوا عليه الصلاة والسلام لما نجي رمضان لما زقوت عنوجي كرت شن كسك هات الاقتداء بيكرت لشوي قابل لشوي بعديها مردم كفر أبو اقتداء بيكرت ثم اجتمعوا دعاء مردم قشتي جمع أبو لشوي سوم يا شوار ما بلام أبي غمر عليه الصلاة والسلام نشوى دربون وجهك. فلما أصبح كات الروجي كردو قال رأيت الذي صنعتم بنيم شيت أنا كرد كجمعون منتظرين وجكبون فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرز عليكم اشتهيت شيء مني منعناك إلا ويك بين بولاتان إلا ويك ترسيام فرز بين لسرته أو قلت نكا فرز بينات وانن وذلك في رمضان عمل مانجي رمضان الذي صنعتم يعني أي اجتماعكم للصلاة والانتظار ويك جمعون يجون منتظرين من بول. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد. عبد الرحمن بن عبد القاري فرمي لمانجي رمضان لدوري خلافة حضرة عمر أبو رضا ورحمته خوالي بيت هاتين بو مزقوت معي مسجد النبي. فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط بینیم آن مردم دست دست او پخشو پلاو پرتوازن دنام مزگو تارکسه که او تنهایی نویجه که آیا که نویجه که رهتی کمتر لدن فر اقتداء فکر دو آوا. فقال عمر اینی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان امثله اجی من دیدگام واسا اگر یک امامی واحد دابنیم با امان خو امان هن نویجه که کد امامی که واحدی هم با دابنیم همویان لپشتی سری اوان نویجه که بکن اما باشتره ثم عزم عزمی لسر کرد فجمعهم على أبي بن كعب كعب جمعي كردنو لسرتي اقتداء أبي بن كعب كقاري صحابه ورضاك خوالي بيت. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم يجد عيشة وكترشوين لحالك بينما المردم حموي اقتداء كذب إمام كيان وقاري كيان يعني أبي. فقال عمر نعمة البدعة هذه أما نعمتي أما بدعتك زور باشا إتا أما بحث ما لسر كردوه أم قصة دليلك قاطعة أسر أويك أو تري بدعتي حسنة كسي يجريك تفصيلك يبزاني مراجع بكاتو بشرح حديثي فنجمي 40 كي دوري شرح فتراك لسر أو موضوع توزيح وتفصيل من داقة لاستفادة لكتيبي مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية تأليفي الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج كتيبك زور باشو خواجة زي خيري باتو لو ديدت هنگا عجيب غريباني كخلقاني فقد خواه ازان ديدقا كي خوانا وما باقي قشتي مبتدعا الحمد لله توضيحاتي جواني بارك. نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون او يكوا خلقك او نوش قيام الليلة كخلقك بخويت ودواي هلسيتو تهجدك باشتر اللويك إيسا إخوانا يعني اگه كسي بصورة تهجديش بيخويني خاصتره حرم قيام الليلة حرم رمضان يعني آخر الليل يعني لآخر شوا بيخوينن باشترة بس أما هر قيامي شوا ولي أو كات أخوين ري شون كمانجي رمزان أو ترى بارشي وهسو استراحة تسو أو كات أخوين ري بو جماعته و بو شوازه بلي بلي والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون أعل تائرات سيحة ذاتي عمره يعني تراوي بحثك يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله مردم لأول شوا تراوي حكي خوين وچون که مانگی رمضانیش مانگی حقیقتاً فرصت و نعمتی که فراوان لخوای گوره دواکارم بخاطری گوره ای خوی و رحمی فراوانی خوی و جوادیتی خوی و جود و کرمی خوی ایمه بنده گنابار و روسیاوی خوی توفیق با مانگانی رمضانی فراوان من نصیب توشه که پر و کمان آماده که این بروژی حسی و حشر و نشر آمین یا ربی. افرمی یعنی آخر اللیل و کان الناس یقومون اوله مردم لحالک لأولا أمكاريانك أوزاع يعني جماعات الرهت ما دون العشرة من الرجال رهت يعني قروية كمتر لدنفة نعمة البدعة هذه يعني حسن هذا الفعل أمكاركاريك باشا البدعة ما استحدث على غير مثال سبق بدعة شيء لحاذي لغوي أو إكواد دروس كرابت وإيجاد ببي ببي مثالي قبلي ببي نموني قبلي أمي شوابه يعني أو شوازك حضرت عمر دانيا قبل النبو حج وقت نبوة تاخذ زمان حضرت عمر آوا قشتي مردم له وكو أمره لما زقوتا كانت وهموي جمعوا أويت لبشتي سري إمامك نبوة ما دام نبوة بدعة لغوي لغة وشرعان جشتك حسنا.
وتكون حسنة إذا توزيح أوادا شون بدعت أبيت حسنة تكون حسنة ومشروعة إن وافقت الشرع واندرجت تحت مستحسن فيه بدعت زمان أبيت بدعت حسنة ومشروع أجر موافق الشريعة بيتو بتشتجر شتيكي باج للشريعة أصلكي باشو وزميمة مرفوزة إن خالفته أبيت زميم مرفو زميمة ومرفوزي مردود بدعت أجر مخالف الشريعة به أو إن درجت تحت مستقبح فيه يا بتشتجر أصلكي ناشرينه وإن لم تخالف الشرع ولم تندرج تحت أصل فيه كانت مباحة أجر مخالف الشريعة نبو داخله أصلكي نبو للشرع مباحة يعني ثمان تقسيم بدعت بشي واجب ومندوب ومستحب شي مندوب ومباح وحرام ومكروه هروس. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح أمام النووي أم حديثي بصحيح زاني وصححه النووي أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة حديثك صحيح. إمام البيهقي نقل كذلك الصحابة لدوري عمر بن الخطاب رضي خوان لبيت بذركات تراويح خندوا. وروى مالك في الموطأ كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. جاء وصل شيخي صابوني رحمتي خالي برسالة مجبور ورساليكي بشكل بنوسي نجي تراويح صلاة التراويح فارسي ترجمة كراوته رساليكي بشكل نامي الكيك المجبور من علماء مجبور من السلام رضي أم ناقاه يعني كأوى أمر بعنواني سنة لبني مردما يجن سنة وبيروي لإنه لحالك مخالف سنة لحالك مكاري هركز نيست قصة كردن لدينا زانو كجشتغان شيانو تو برا زاناني قبل زيما شيانو تو چون لسر الموضوع عن تو چوار مذهب يجيما مشكلة كينية تو چون بخود جرعة دا يجيما بدعات وفرميشي وجمع البيهقي بين الروايتين بأن الثلاثة كانت وترا لروايتك إمامي مالكاتو بسوسي ركات إمام بيهقي فرميشي أو سي ركاتي وتر بوا أما لبارين يجي التراويح ودروسي شاويتري جلقل إمام بخويني بالجماعات مشكلة كيني ساعتي نسأل مبحثي بعدي صلاة الكسوف والخسوفي نجي كسوف وخسوف التعريف بهما تعريف نجي كسوف وخسوف چيه وزمن مشروعيتهما أولا كسوف وخسوف چيه إنجا كي مشروع تشريع كرياغن تطلق كلمة الكسوف لغة على احتجاب ضوء الشمس احتجابا جزئيا أو كليا كسوف خسوف یکی کان یعنی خورشید گرفتگی خور گیریان یکی کان یعنی چی مان گیریان بو حفظکی خاوخا ناکونه یکو یعنی خورشید گرفتگی نه ایت خسوف ایت کسوف ای تطلق کلمه الكسوف لغه على احتجاب ضوء الشمس احتجابا جزئيا او كليا كسوف للغه اطلاق کلی لسرتی خور گیریان نوری خور بگیری اجاتر ایا جزئی گیریابه یا کامل گیریابه مثلا كسوف کلی به یا كسوف جزئي بيت. وتطلق كلمة الخسوف على احتجاب نور القمر جزئيا أو كليا كلمة خسوف إطلاق لسر نور مانغ ديري نوركي إجاة جزئي بيت كلي بي. ويجوز إطلاق كل من الكلمتين على كل من المعنيين جائز سهرد كلمة إطلاق كي لسر مثلا كتب فقه كانت أوتري صلاة الكسوف منزولي هردوية بس بهردو أوتري كسوفي تقولي لأصل عوسة صلاة الكسوف والخسوف من الصلوات المشروعة لسبب نجي كسوف وخسوف نجي كبخاتري سببكو مشروع بن كي يلتجئ فيها المسلم إلى الله عز وجل أن يكشف البلاء ويعيد الضياء مسلمان لو بخاتري أو سببه بناء لم نجي بخواي قوره تاخواي قوره بلا دور قاتو لايباتو نورو نعمتك لمن فعلا جيرياغا بيرتو بمان إذا وقد شرعت صلاة الكسوف في السنة الثانية للهجرة كي أما مشروع كرياغة تشريع كرياغة لصال دوم هجريدا أما صلاة خسوف القمر فقد شرعت في السنة الخامسة منها أما صلاة خسوف قمر لصال بنجمع تشريع كرياغة نجي كسوف بإجماع زانيان سنتك مؤكدة والسنة جبا جماعات بخنري وكل بداية المجتهد وشرح صحيح مسلم وغير ذات وصلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء ويسن أن تصلى في جماعة بعض الأحناف لسرأ واجبة وكل كتيب دائع الصناعي كاسانيات وشوكاني وألباني وصديق حسن خاني قنوجيجك
رحمتي خوان لي معمولا إذا شو كان يتو زي كم ترى لي أم دوانا كيتر ظاهري مس ظاهرين تقريبا ظاهرين للفقه أما نسلم الواجب بعض أي خب جاء نكتة اللي رأى شاريكي بيبكم الآن ملحدين تين مبحثي مطرح أكن كي لازم شاريكي بيبكينو آقا داربين لسري تين جن خورجيريان ومانجيريان قانوني كي تبعية روى داو رألاتي اتر امي قرقني تو بيجي دعاك وكل حديث كانت وفي غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميت اما اياتك الا اياتي اخوة يقول ربين دعاك اخوة امي لسلما لابا وكنا بقرين بخوة امي لازني اما قلشتي خرافاته هل وكو چون لباري باراني جوائجا هل وكو چون لباري ظالبي مسائل وعي اما ك خور اجيريتو مانغ اجيريتو سنتك الهي او قانونك تبعتك اخوة يقول دايني اقل تبعتا اما في غمر اجزانيوتي عليه الصلاة والسلام وقشت إنسانة قزان أصلا أم حسي وكتي وخصوف وكسوفة حل قديم الأيام أبوه حل دوري قبل سبيغمر إسلامي شابوه أما كيسا مثلا خصوف الرؤدة شو قانوني كي ثابتة والشمس والقمر بحسبان بقانوني كي ثابت حركتك عايسة تواني تام مليار سالة كي ترى قدنيا برفابي خصوف وكسوفة كانت تعينك وتعيني في الآسانة أما لا أما أما كبلي قانوني كي خواهي تعالى جل جلاله حج منافاتك إلى قال من يكخواي رب العالمين جل جلاله بو إما أمي دانياك لو كاتا كوينو بيري أميك أم خورا أما أنك خواي دانياك سبحانه وتعالى أرقركيشي بإساوة تاريكي أكال سرمان وأقرقركيشي بأم تاريك بونا حلايناوات خو منك خورو مانقو آسمان وزين بأي أمريكي أترخن بو يا إمي مكلف كردو بعنوان سنتي كي مؤكد بمن دان يقل لو كاتب كوينو بيري رب العالمين بيري خالقه كمان بيري معبوده كمان بيري فرمان رواي بيشون شراي كائنات كسي كهي جوليك وحركتي لكائنات أني إلا بأمري أو شكري نعمتي خور نوري خور كين شكري نعمتي مان كين كخواي قولة دايناقة وداواي لك خواي قولة رب العالمين أفو مانك بمان بخشة بعذابي خود هلاك مان مكة ويكي لآيات قيامتي شه إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وخسف الشمس والقمر ها مانغو خور تاريكه بن بويا اما الدين وايمان واسلام وحج منافاتك تكيمان يا اخوي تعالى جل جلاله امي بقال من جهل وكبارانا كيش كباران قد ابي بل الى اصل قانوني كدانيا يا اخوي تعالى ولي قانوني بارانا كاتروكو قانوني مانغوينك قابل بيجبينيني يعني تحدي اكري تحدى اكري حتى قام قيامت حتى قام قيامت امقس اكم حاضر دزني من سري قراني شريف راسه حتى قام قيامة بشرية ناتواني بيجبيني بارانكا كان بيجبيني نك أميك مثلا نسيجي فرزان بأكسي مهواري هوراني قبيني لسر مديترانا كحركتك برو إيران يا برو خاورميانا يا برو مثلا شرق دوائيجي مثلا حفتيتر بم سرعتتين حفتيتر دو شماء قيتا مثلا إيران وباران ديجيز أما نايجم بي أقر حركتي راسكا بي بيجي أغيان أما جدولي باران ديجي مصالة او عند بارانا بالي لفلان منطقه كان او عند مليليت فلان دقيقه فلان ساعه فلان روش حتى قام قيامتك ذاتواني اما تعينك حتى قام قيامت وينزل الغيث شنو موضوعك قانوني كي ثابت دانا يا ابو خوي تعالى او ستوبيني يكسال بيني لاول امثالك يثمت يعني سالينا ودوشه هجريه شمسي قراري بيش بيني كنند كان وابن وش سالترين سالي ايران بيت بيني من لارض حفتيك باندازي فارك تا امرو چنه باران باري لعرض حفتيك اخوة تعالى باراني باران بو ملته ووتي انت آخري سال نهايتا دوسي روش باران ديگي كي جزئي هز امسال هر اونية كذب قوا هر اونية كي پيشبيني آنك ويام بزانن آقا دابن شارزابن ايما مكلفين موظفين بزانن همو امان لدس اخوة تعالى ودعوه لبكينو يا ربي باران من بو باريني ميلي بنا باريني گركي بأو خورة روشن ناكاتو وكو آلتك قرآن فن سرمديبكا كيه روش بيري هيچ كس اگه خواهي تعالى روش سرمديبكا كيه شو بيري كي استراحاتي تيابكن هيچ كس ار خواهي جل جلاله اراده وابه امخور تاريك بي تزميني اكي اراده نيسا تاريكي بكا تزميني اكي بو من كي خواهي تعالى حتما اما دفعكا حتما امين الله وانخي شو زاني خواهي جل جلاله حتى تزميني شيكي مكلفين بما مزاني من دي دقائي الهي رباني ما بري دي دقائي كي جاهلاني جاهليتي
ونادانا نواقعا كملحدين ونثري هو الشاربي أم معاني أنا شيل أنا ما أنا إحياء بكريتو أجا داربي خب حكمها حكمي نيجي صلاتي كسوف شيء وتمان تقريبا اتفاق زناين لسرك السنة هي سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم في غمر يكرم عليه الصلاة والسلام فرميتي خورو مانق دو آية لآية كان إخوائي تعالى نا تاريك ابن بومرقي كسي نبو حياتي كسي جريان شون بوا قدر وابو موتي إبراهيم كروي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو لحزبو وقت وفاتي كرت خور قيريا بعض اللي مردمو تيان والله خور لسوقو لعزاداري إبراهيم أجيرياجي أو دواي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كنو جاكيكر هل ساخد بيدا فرموي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله آيات نشانا كاني قدرتي خواي قوران نبو مرقي كسو نبو حياتي كزنا جيرين فاز أجر أمتان بيني چي بكن نويش بخوينن دعاء بكن تا زمانك لا چي أم جيريانا ونوركتيتو أما دليل لسر سنة بوني ولفعله صلى الله عليه وسلم لها كما سيأتي هروكو فعل بغمري خوابه عليه الصلاة والسلام وإنما لم يفسر الأمر في هذا الحديث على وجه الوجوب ما قال الأمر لا يقتضي الوجوب بل بلام أصول أفرمي الجمع بين أطراف الأدلة قاعدة ما نزل أصل براءة الذمة فقهاي قزشتوتي أنا سنته فرزنيه وعجبني لخبر أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن عن الصلوات الخمس فقال هي هل علي غيرها فقال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع فدليل حديث أعرابي لفي غمبر عليه الصلاة والسلام فعلي كر فرموي نيجا كان شانيك فرموي پنج فرزة لشو روجا فرموي شتيكي تلا سر من فرزة فرموي خير مجا خد تطوعكي أما دليل لسلم كأنيجا فرزني وتسن فيها الجماعة وينادى لها الصلاة جامعة سنة جماعة شكون رو وبانجي جدري يعني أو تريشي الصلاة جامعة تككتو فريا يكرتية مردم ممكن السرقان بنزاني بانجا دري الصلاة جامعة جامعة نجي كسوفة بي لتوزيع الأحكام جلدي سيلا فرشة سوشوانا فرمي يصح أن تصلى صلاة الكسوف جماعة وأفرادا إجماعا بإجماع زانايان صحيح نجي كسوف شبا جماعات بيخويني شبا فردي ولكن الجماعة فيها أفضل إجماعا بلان جماعتك بإجماع شي أفضل صلاة الكسوف والخسوف ركعتان نجي كسوف وخسوف دو ركعتا بإجماع إجماع زانايان لسر أميشا وكل صحيح في قصة نجل يقلع فريش وارتد سيكونش فرموي ينوي بهما المصلي صلاة الكسوف أو الخسوف نيتكيتي شونه نيتي نجي كسوفيا خسوفك ولها كيفيتان دو كيفيتي هز دو نوع قندني أدنى ما تصح به وأكمل الوجوه في أدائها كيفيتك كم ترين حد يكوان وجهك في صحيح بك كيفيتك تريتي كامل ترين وجهه شونه فأما الكيفية التي تتحقق بها أدنى درجات الصحة أما أو كيفيتك وكم ترين درجات الصحة بو محقق به فهي أن يكون في كل ركعة قيامان وقراءتان والركعان كالعادة بدون تطويل أو سكوا لها ركعتك دو قيام دو قراءة دو ركوع عادي بن تولاني جنب يعني مثلا على أنتون ويجيك عادي أخويني فرزان الله أكبر سورة فاتحة ومثلا قلوه الله أخويني إذا أشيت الركوع دوبارة توسر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد دوبارة سورة فاتحة وسورة كتير بشكل أخويني ركاتي بعد إيج أوين دوبارة أشيت الركوع هاتي توسر إجاري بو سجد ركعتي بعد جواينا أما أدنى درجي إن كيسي كيفيتك ويصح أن يصليها ركعتين بقيامين وركوعين كصلاة الجمعة أصلا أتواني شيشكا حج حدو قيام عادي وكن يجي جمع دو ركعت قولي دو ركعتي عادي والسلام ويكون تاركا للفضيلة لمخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا مخالفة فعل بغمري خواهي كرد عليه الصلاة والسلام بس سايكين دين آسان آساني كينو لسر خلقي زور خلقه شهرزانيه لشيوازي خويندني امنو يجا واسنگيني انكر لسري اشي درجه اعلى كي بازا كن بويان اشي لهر قيامه كقيامه اول اندازي سوري بقره بخويني دواي چوت ركوع اندازي بقره بيسي هاتي توسر فاتحه بخويني واندازي سوري كي تر گوره وكدويس ايتي بقره بخويني
انجا بشي تركوع وندبيس انجا بيتو تكابر حنا يخبن هل نازان يعمل بيجي في براكم أتواني تيبك حد دور كان نوش بونا كفايتك دور كان نوش سادة بحد يقل سنة كبخوني إيه أجر زانيت خاسر حاله دور كاتي سادة هالركاتي كي دو قيامي تيابك ودو سورة بشكولو فاتحة بخوني إيه وأما الكيفية الكاملة كيفية كاملة كيتونة فهي أن يكون في كل ركعة منهما قيامان يطيل القراءة في كل منهما أو سل هالركاتي كدو قيامي به قراءتي تياتو لاني فكاتو بأن يقرأ في القيام الأول في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة أو مقدارها من السور الأخرى لقيام أولا دواي فاتحة كي سورة بقرة أندازي أو لسورة هاي كيتر خوني وفي القيام الثاني ما يساوي 200 آية لقيام دوما أندازي دويس آية سورة بقرة خوني وفي القيام الأول من الركعة الثانية مقدار 150 منها وفي القيام الثاني منها ما يساوي 100 آية من سورة البقرة يعني الركعات دوما قيام أول كيا 150 آية لقيام دوما كيا 100 آية ثم إذا ركع أطال الركوع بما يساوي 100 آية تقريبا دوايا الركوع يشكر أو أن دتول باب الركوع كي تاشي تا لازي 100 آية شنك هدف مساء أو أن دعاء كتا كسوف كلاشي وشنك كسوف تولك يشي آواس أمن يجد تولاني كرياغن ثم إذا ركع أطال الركوع بما يساوي 100 آية تقريبا فإذا ركع الركوع الثاني أطاله بمقدار 80 آية والثالث بمقدار 70 آية والرابعة والثالث بمقدار 70 آية والرابعة بمقدار 50 أو تولي في ذلك فإذا أتم الصلاة خطب الإمام بعد خطبتين أجر خطبكي إنه جكي تمام كإمام شي خطب الإمام بعد خطبتين دواي أول شيء دو خطبة أداء كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط وكو دو خطبي جمعة لا أركان لا شروط مذهب إمام الشافعي أوسا بلا مذهب إمام أبو حنيفة ومالك وأحمد أوسا نيجي كسوف خطبيني إجن أوي شك في غنبر عليه الصلاة والسلام كرتون واقعي غروي داقه واقع كجرياني أبو بحثي حضرتي أو كريح إبراهيم عليه السلام اعتبره بيزاني لازم بلان فو أو حديث الدلالتي لسلك أو مسلم إمام شافعي إسحاق بن الراهوي وأكثر أصحاب حديث لسر أمسك خطبي هس بس هيج مشكلة يعني خطبي تينا دا هيج مسألة كينية كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط ويحث الناس فيهما على التوبة وفعل الخير ويحذرهم من الغفلة والاغترار مردم هان أدا لسر توبة وفعل خير خيراته حذر يعني ده لغفلته فريب لدنيا وأنا دربنا ولا خوي تعالى. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. في غمر عليه السلام يجي كسوف بوخوندين دنج ما نأبس يعني شيء صريخ ونبيتي كسوف. بلى. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته لأن يجي خسوفا جهري خنديوتي فحمل الأول على صلاة كسوف الشمس لأنها نهارية والثاني على خسوف القمر لأنها ليلية وتيانا أولا كيك صري خنديوتي كسوف والروج شن الروجة خنديوتي نيجي روج صرية دومين كتشية شوب جهرية أما آية جهري بيخويني يا سري بيخويني اختلاف زنان لم بابته أحكامي كونه مثلا إمام محمد بن حنبل وإسحاق بن الراهوي أبو محمد بن حسن الشيباني إمام أبو يوسف لسر أمن كي نيجي كسوف جهري بخوينيت أمام جمهور لسر أون نيجي كسوف كيه نيجي كسوف سرية جمهور لسر أون نيجي كسوف سرية لو بابته الخطيب الشربيني رحمة الله عليه بالمغني محتاج عدل يقلع فرح الشدو حتى وسيع فرمي ويجهر الإمام والمنفرد الندبا بقراءة صلاة كسوف القمر لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها هو إجماع إمام منفرد مندوب لقراءته نيجي كسوف قمر كشوى أخوان ريت بجهري بيخويني شو نوجي شو ملحقة بنوجي شو إجماع شيء لسراء ما ابن عبد البر فرمي ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف
إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن سنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء وكذلك الخسوف التمهيد جلدي سيس لا فريد سيس دو دوانز ابن عبد البر فرمي يكل أدلي كثاني إجن بجهري بخون ريل روجيشا إجن إجماع زانين إلى سرع هل نجيكي سنة لرجاء بجماعة أخوين ري وكعيدين وأوانا بجهري خون يعني ولي دليل بشتر جمهور لسروان كيشي مسبي ما مشافعي لسروسا نيجي كسوف كل رجاء أخوان لي السرية أي وقت كيشي كي لتوضيح الأحكام أزول دي سيلا بريشة سنوة فرمي أهل بسام رحمة إخوالي بي أجمع الفقهاء على أن وقت صلاة الكسوف من بدء الكسوف إلى التجلي إجماع زناني لسر وقت نيجي كسوف لو لحظتك وتاريقة بي تلحظيك كامل لا أجيد وإمام النووي فرمي لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء دواي وك خورجيريانه كلا شو تدروزني شرعين يا دسي بيبك ينوجك مثلا أبيني تما كامل لا شو تواتر وقت كي ريبي كاري جاء لإدامة كتب كتانا فرمي دليلي ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم دليلي أو يعني شيء دليلي أو يك كسوف سريبتو أو كي ترجعين ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام يعني دليل خطبة واشتكان فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يا لك الحمد ثم سجد وفي رواية أخرى فأطال السجود سجدكي تلانيك ثم فعل بالركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات أي أربع ركوعات وأربع سجدات دقيقا إنك بحثك أو شوازك سوتمان يعني لركات يا والله تولاني خوين دي دور كعود قيام وانجلت الشمس خور أتر دركوت قبل أن ينصرف بر لو أن يجك التواوكا خور دركوت يعني أون دا تولي بيدا كما عملن تولا كيشي أم خور جيريان ثم قام فخطب الناس هل صاو خطبي دابو خلقي فأثنى على الله بما هو أهله سنوستايش إخوائي غوريك البويك وشايستي إخوائي غوريس يا إخوائي غوري لايقي أوسى ثم قال إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ما نقول خور دو دعاء لا يتكان إخوائي غوري عز وجل نبو مرقي كسول أبو حياتي كزنا قيرين فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة أقر متان بيني فنا بقرن بنويج نويج بكن يا برون ويشبكن وفي رواية فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا أها صدقيج من حتى صدق بلا دوركاتو دعابكن دواكن لأخوائي تبارك نغفلتو بسر برقص كيتو شبكو أبكتيتو هاي خورقي رياق وقفو قيجو هارقي ترى من يه تدقى إسلام شتيكي ترى نعمتي إخوائي قرس وأما آياتي إخوائي تعالى في حياتي يعني شي وافق هذا يوم موت ولده إبراهيم عليه السلام أمر رجل موافق لقل وفاة كركي إبراهيم عليه السلام وقد كانوا في الجاهلية إذا خسف القمر أو كسفت الشمس ظنوا أن عظيما من العزماء قد مات لجاهلية أقمان ينواب أقمان قيريا ياخور قيريا أو قوري لقورة كالمردوة للسوقي أو اشتروا داقا فزعموا ذلك لما وافق كسوف الشمس موت إبراهيم عليه السلام أم قماني أن دبارة بدرسه بقمان جاهلية كاتك أمشت موافق بأم خورج ديانا لقال وفاة إبراهيم عليه السلام فأبطل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الزعم بقوله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته أم كماني باطل وكردو فرمي ربطي بموزعوانية انجلت يعني صفت وعاد نورها يعني صاف وبو نور دركوت ينصرف يعني قبل أن ينصرف يعني يفرغ من الصلاة أربع ركعات يعني أربع ركوعات شوار ركوع ثم إن كانت الصلاة لكسوف الشمس أسر القراءة ويحذرهم من الغفلة والاغترار أقل نوجك نجي كسوف الشمس بو سري بيخويني وحذر ينبى لغفلة واغترار لفريب دريان يا فريب خواردن صلاة الكسوف والخسوف لا تقضي يعني نجي كسوف وخسوف قضايا نية إذا فات وقت صلاة الكسوف والخسوف بأن انجلت الشمس أو انجل القمر قبل أن يصلي لم يشرع قضاؤها اگر كابران يجي كسوف وخسوفك الا دزدا قبل زويك خور دركوي قبل زويك مانغا كدركوي انو جكين خويندبي تازه ترشي
تازه شرعيني قزايب كاتو لأنها من الصلوات المقرونة بأسبابها شن وجانك هاوري لقل أسباب خويتي فإذا ذهب السبب فقد فات موجبها كاتي سبب كاتو إتأوشتي وإيجابي أكاك بخويني دعواي أكاك بخويني لبين شو ومثل إنجلاء الشمس أو القمر غياب أحدهما كاسفا ومثل إنجلاء الشمس أو القمر غياب أحدهما كاسفا يجي وكوتون إنجلاء الشمس قمر يعني در كوتني مانغو روج فوتياني سبب كسو تازة ترنية غيابك يعني سببه غياب أحدهما كاسفا وقت أبوجيتوك سببه موجبه شون أم رفع موجبه أو يتر موجبه والله أعلم الغسل لصلاة الكسوف غسل خوشوردن بنوجي كسوف يسن الاختصال لصلاة الكسوف والخسوف أمي جس سنة وكو لبابكي اغتسل غسل دزنجا أخوان مان فيغتسل قبلهما كما يغتسل لصلاة الجمعة قبل أن يجا غسل كريه وكو بنوجي جمعة أمكارا كري لأنها في معناها من حيث الاجتماع وندب الجماعة شونك أمي شهر هم معناه نوجي جمعة لو جهتك واجتماع وجماعة وكبنويت ياتي هي ما دام جمع بنوز إنسان تميز به أو ينهز أما لباريتي لباري نوجي كسوف نكاتي كز شاريكي فيها كم لا بإجماع مورخين بإجماع مورخين وكو ابن العثيمين رحمة خوالي وكو لكتبي في المواضع قشتبانا كم راح يقول مختومي جهاتي وأكشتبانكم راح يقول مختومي مبارك فوري يانا لكتبي تعليقك مبارك الفوري ترهز لسر بلغ المرام شاء الله يهاتي ولي إنك سيمين رحمتي خالق لشرح بلغ المرام جلدي أقلع فرشة سودوها ورديوتي أفرمي حديثي كذا صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة لا حديث كان هاتوا دوركو إخوان ده الركاتك لحديثة كي مسلمة كرقم النصد ويكا أفرمي شوازة كي نقل كده يجي سير ركوع لها النجيكا لها الركاتك أخوان يعني خلاف يو حديثة كي حديثة مسلمي جان أفرمي ابن العثيمين هذا الشاذ أم حديثة الشاذ وإن كان في صحيح مسلم أم حديثة الشاذ أجت لصحيح مسلمي شابت لعدول البخاري عنه واتفاق البخاري ومسلم على أن في كل ركعة ركوعين وقد أجمع المؤرخون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة إجماع المؤرخين لسر بيغمبر عليه الصلاة والسلام لحياتيا يكرد نجي كسوف خندوة ما دام يكرد خندوة يعني شي يعني يكشي واز نقل كرياغة فاز وقت أم حديثة مخالفة أواني ترب أواني بجي دي جارك تر كسوف خندوة أم كرت سيكرت نا فاز حديثة كالشاز فاز بال صحيح مسلمي شاية حديثة كالشاز سندك صحيحة ولي مردودة أما باب زانا نكتي لراهز آية صلاة آيات ما نهزئ من لمذهب أهل سنة يعني مثلا بو زلزلة بو طوفان بو سيل أمانا آية همان يعني معنى إمام الشافعي رحمة إخوائي لبيت لألأمة بتعبت بو زلزلة لألأمة حديثك نقلك إمام بهقيج لكتبي سنن الكبرى ده ورديتي إمام شافعي أفرمين نوجي زلزلة ما نية ولي روايتي نقلك لحضرة علي قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الأمي باب الوتر والقنوت والآيات في باب الوتر والقنوت والآيات في كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما أفرمه أخبرنا عباد عن عاصم الأحول عن قزعاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى في الزلزلة 6 ركعات في 4 سجدات 5 ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة روايتك نقل كذلك حضرتي علي وقت خليفة بوا زلزلها توا نجي كي خوندوا نجي زلزلة خوندوا شون يخوندوا تي لركاتي أولا 5 ركوع بردوا و 5 قيام لركاتي شم الدوما هل يقر ركوع يا قيام إمام الشافعي فرمي ولسنا نقول بهذا إمام إن ناجين أمر أيما النية نقول لا يصلي في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر إجين جزء لكسوف الشمس وقمره بهج آياتي كتنوج ناخونرد ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله تعالى عنه لقلنا به أجام حديثه لبو إما ثابت بك صحيحة إما إجين واسع أي كين نهاية حديثك أم حديث ضعفهاتيا هرشن بعض تحسيني أكن
ولي إمام شافعي أفرمي رحمة إخوائي لبيت وأنا أحب معرفة السنن والآثار هاورديوتي ما يبيقي وأنا أحب للناس أن يصلي كل رجل منهم منفردا عند الظلمة والزلزلة وشدة الريح والخسف وانتشار النجوم وغير ذلك من الآيات لا يجب من بمستحب يزانم أجر زلزل رويدا أجر مثلا تاريكاية كات أجر بايك شديد هات أجر خسف كات أجر أزانم حسارة وكو چی پیشن شهاب سنگو آنها هاتن هر کسی بو خوی فرادا نوش بکنی نوشی آیات دور کات بکنی پس مثلا امام شافعی مستحب تنهایی بیخوینی روایت وکو سنن کبرای بیقیات ولا امام ابن عباس بسندی صحیح وارده که نوشی زلزله خوین بو مردم زلزله هات سوحکه مردمی جمع کرد وقت لبسرا اگشتوان لبسرا مردمی جمع کرد و دور كاتي خبنت ركاتي أولا سي ركوع إن ركاتي دومي شاسي يعني شج ركوع شوار سجد لا دور ركاتا أو أخوين ديوتي حزيفة بن يماني جميشة سابتة صحيح نهاية أقوال علماء لم بابتا بابزان قول شوار قولي لسر قولي أولا وسا نيجي آيات تبو زلزلة تبو غيري أو بجماعات نيمانة ناخبن ريد مقر فقط تشيوشي هو خسوف وكسوف أما مسألة إمام مالك ومسألة إمام الشافعي دليل كان يشيان شيئا أفرمون في غنبر عليه الصلاة والسلام بو غيري خسوف وكسوف نيجي حياتي نخوين دوا نيخوين دوا بجماعة لحالك على دوري أويشا أمان رويداك وأفرمون دليل ما أنا مثلا حزتي عمر دوري حزتي عمر زلزل رويدا رز مردمي موعزك نيفرمو بين نواجب خوانن نهاية إجن ناخبن ريد أما لا أما قولي دوما فرمون بو هج نشانه لنشانه كان قدرة إخوة تعالى نجي جماعات ناخبن ري إلا بو كسوف وخسوف وزلزلة بو زلزلة أخبن ري أما مثلا بإمام أحمد بن حنبلة مثلا يعني قولي إمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأبو ثورة دليل كيتشان أو روايتي ابن عباس وروايتكي حزيفة أوانة قولي بعدي أفرمون بو حرچی آیاتی خواهی گورس که خوفی واتی او ترساندنی بشری تیابه نوشی آیات خوان رد اما مذهب امام ابو حنیفس مذهب ابن حزم اندلوسیه ابو ثور قوله که امام احمد و اختیار ابن تیمیز مذهبی حنابله فقط بو زلزله اوی زلزله یک چون به فره به اونده طول کشه که تو نوشی تیاب که لمذهبی حنابله دا مذهب جم زلزله که طول کشه ظهر زین بلاریتو ادامه به بو أول نوجه هي فلان ابن تيمية اختياري وسا بو هر آياتك تخويفي تيابي ترساندني بشري تيابي شيكي نوجي إن أخويني زلزلة قولي شوارم قول إمام الشافعي رحمة إخوائي لبيت فرميتي للأمة وآمروا بالصلاة منفردين كما يصلون سائر الصلوات أمركم زلزلة بو هر شيكي تربو بتنياين وشكن هل سندركان وشكن وكو ما باقي نوجه كاما قول إمام أبو حنيفة وسفياني سوري وغيره جاء أدلة أم قول قوية نهاية زلزلة قهاد أتواني تنياي نوش بخويني لمذاهبي تريشة أتواني بجماعة تيش بخويني مشكلة كيني ولي الشوازة كي تغيير بيب كيتا أو شوازة أما چون كسندة كي قوينية شاعد نكرني خاستر بي إمام النووي نهاية أفرمي لخلاصة الأحكام أفرمي لا تصن صلاة الجماعة لغير كسوف الشمس والقمر من الآيات كالزلزلة والظلمة والصاعقة والريح الشديدة وغيرها وتستحب الصلاة لهذه الآيات منفردا أما الجماعة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرمي سنتني يا جماعتي نيجي جماعة قوني بو غير كسوف وخسوف ولي مستحب هركسي بو خوين نيوش بخوينيت الجماعة كي سابني أقل كسي كي جماعتي خوينت نيوجه جماعتي كعادي خندوتي حسن بعد ركان يشكون لا بأس به ما دام الشوازي كي نكاش شوازي ثلاثي عالم ما دام هل مذهبي شاء والله تعالى عالم أمي شباب زان بس أقل زلزلات هاتشيات وتوانين يشكونين وقورترين بعد دوركات دوركات أقل كسي كيش بعد تبقي الروايتي ابن عباس أوان إني كد أو إيش هذا اللي تبقي مذهب إما مذهبي خومان دوركات تانية يلسن يشكونا يا هاتشن دي قريكتون يشكونا توبوا مناجات لك الخوي تعالى توباكي تولى الخوي تعالى أما تائرة بقى كافي بإن شاء الله بابي صلاة استسقاء وجنائز من ما قال كتاب الصلاة إن شاء الله أخوة تفرم من بابي شدوا بيرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.